برحب بحضراتكم. اسمي الدكتور باسم ظريف، استشاري امراض القلب معهد القلب القومي. اتكلم حضراتكم النهارده عن الازمات القلبيه الحاده. الحقيقه عندنا مشكله في مصر، نقص الوعي بالاعراض الاولى للازمات القلبيه، فبيصل المريض للمستشفى في وقت متاخر. ده في الحقيقه تاخير العلاج في الساعات الذهبيه الاولى لجلطه القلب بيخلينا حتى لو بنعمل اللي بنعمله لكل مريض ما بنستطعش ان احنا نوصل لنتائج طبيعيه ونعيده لحياته الطبيعيه، بان احنا نحمي عضله القلب ونحمي حياته. زي ما احنا عارفين انه جلطه القلب او الازمه القلبيه الحاده هي احد اهم اسباب الوفيات على مستوى العالم، وانه اكتشافها في الدقائق والساعات الاولى بيؤدي الى العلاج الناجح عن طريق قسطره القلب وفتح شريان الدم، حيث يعود الدم مره اخرى لعضله القلب. فالجلطه هي انسداد زي الفئه، انا بشبهها بالفله اللي بتقفل رقبه الازازه. رقبه الازازه ده الجزء الضيق من الشريان، والفلة دي الجلطة اللي بتقفل الشريان سدة تامة وبتمنع وصول الدم لعضلة القلب. أعراضها الأولى عبارة عن ألم منتشر بالصدر، قد يكون في تسميع في الكتف الشمال أو الإيد الشمال أو في الكتفين واليدين، ممكن بيسمع في فم المعدة تحت، ممكن يطلع لفوق ناحية الرقبة والفك. يصاحب معاه حاجتين مهمين قوي، يصاحب معاه عرق شديد، وبيصاحب معاه بغممان نفس أو ميل للترجيع. في حالة وجود هذه الأعراض الغريبة نرجو من حضرتك أنك تتوجه إلى أقرب مركز طبي يستطيع التعامل مع حالات الأزمات القلبية وجلطات القلب، لتتمكن من الدخول لأسطرة القلب بشكل عاجل ويتم فتح الشريان التاجي حتى تعود ثريان الدم للشرايين وتقلل خطورة الوفيات والمشاكل الصحية وهبوط وضعف عضلة القلب الناتج عن جلطة القلب. كل التمنيات لحضراتكم بالصحة والسعادة وقلب سليم بإذن الله.